بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عاطرة للجميع. سأتحدث عن قطاع النظافة بمدينتنا. غابت عنا الحاويات البلاستيكية للنفايات منذ سنوات، وأصبح المواطن مضطر أن يرمي الأسفل بطريقة عشوائية، كما تلاحظون ذلك في الشوارع والأحياء وفي الساحات، وهو وضع بات يشكل خطرا بيئيا بسبب انبعاث الروائح وانتشار الحشرات، وهذا يزيد أيضا من مشقة عمال النظافة الذين نوجه لهم تحية. وغياب هذه الحاويات يعطي منظرا مشوها للمدينة بسبب التراكمات التي نراها على الأرض. ونحن نعيش في زمن الكورونا، يجب أن نكون أكثر يقظة وحرصا على النظافة، لأن الجسم السليم في بيئة نظيفة، وتبقى المسؤولية مشتركة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.